كده سبلاي، اللي بنقوله اختصارا كده فورير سيريز، على ان فورير سيريز هي الاساس بتاعه. كنا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن كيفيه تحليل الدوائر او الدوال غير الجيبيه، الدوريه وغير الجيبيه، باستخدام نظريه فورير اللي بنحصل منها على مكافئ لهذه الدوال مكون من مقدار ثابت زائد عدد لا نهائي من الحدود بمضاعفات الفريكونسي الاساسي بتاع الداله. الداله لها فريكونسي اوريدي، جايه لها فريكونسي، فبيطلع عندنا كومبوننتس مضاعفات لهذا الفريكونسي. مجموع هذه الكومبوننتس عند اي لحظه زمنيه بيساوي الداله الاصليه اذا كان التكافؤ هيكون متوفر. يعني هنبدا محاضرتنا النهارده بمراجعه الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ومراجعة فورير سيريز نلخصها كده في كام صفحة. لو عندنا دالة دورية فيمكن تمثيلها بمفكوك فورير بالشكل الرياضي اللي احنا خدناه اللي هيظهر قدامكم دلوقتي، ايوه، اللي هو مقدار ثابت زائد مجموع مركبات بتبدأ من n تساوي 1 الى انفينيتي. ممكن تعتبر n بتساوي 0 هي الحالة بتاعت الاي في على فكرة، يعني الى حد ما، ولكن لا يفضل، لان احيانا بتطلع لنا نتائج يمكن ما نقدرش نحسبها رياضيا. يعني جربها كده هتلاقي مش دايما بتعرف تحسبها، لكن بنعتبر ان المركبة الصفرية دي اللي هي دي سي او اللي هي الافريج اللي هي اول قيمة دي، لما ان بتساوي 1 الكومبوننت الاولى ديت يبقى عندنا اي ان وكوساين اوميجا نود تي وبي ان ساين اوميجا نود تي، دي بنطلق عليها الفاندمنتال كومبوننت بتاعت الموجه اللي هي متوافقه مع التردد بتاع الموجه الاصليه، وترددها بيساوي الاوميجا نود اللي هو التردد المركبه الاصليه. عند ان اكبر من 1 وباعتبار ان رقم صحيح، فإن أكبر من 1 معناها 2 و3 و4 وهكذا إلى انفينيتي، فالمركبات دي بتسمى هارمونيك كومبوننتس، وبيبقى ترددها مضاعفات لهذه للفاندمنتال كومبوننت، وعشان كده بنقول عليها سكند هارمونيك، ثيرد هارمونيك. الفاندمنتال يعني ممكن نقول الفيرست هارمونيك، ولكن لفظ مش شائع، بنقول عليها الفاندمنتال، بنقول عليها الفاندامنتال دي الاساسيه، لكن ابتداء من الثانيه بنبدا نقول عليها هارمونيك، نسميها هارمونيك ابتداء من الثالثه. الاي والبي، الاي في والاي ان والبي ان لاي قيم من ان، ممكن نسميها كي او ان، يعني الاثنين ماشيين معانا، بيتم حسابهم من الثلاث معادلات المشهوره اللي هيظهروا قدامك دلوقتي، واللي هي من اساسيات فورير سيريز في الاساس. المعادله الاولى اللي بتحسب لنا الاي في اللي بتعتبر الافرج بتاع الموجه، فاللي احيانا بنسميه الدي سي كومبوننت، الافرج او الدي سي كومبوننت. والاي ان لها معادله في حسابها 2 على تي في التكامل عبر بيريود مقدارها تي، جنرالي بنكتبها ابتداء من تي نود لغايه تي نود زائد تي، وغالبا بنبدا تي نود دي بتبقى بالصفر، ونبقى من صفر الى تي الى البيريود كامله للفانكشن مضروبه في كوساين ان اوميجا نوت تي، وبالنسبه للزمن والبي ان نفس الكلام ولكنها ساين. واضح الموضوع؟ بيبقى احتاج شويه مجهود رياضي، بنحتاج حاجتين، اولا الاف اوف تي تبقى معرفه تعريفا جيدا رياضيا جيدا، بحيث انك تضربها في الكوساين او في الساين او تجيب لها الانتجريشن وانت بتجيب الاي في، يبقى لازم يبقى عندك تعريف للمعادله اف اوف تي، اللي في احيان كتيره بيبقى تعريف بيس وايز يعني على اجزاء، يعني احيانا تبقى معادله واحده بتوصف الفانكشن، واحيانا بتبقى بشكل بيس وايز يعني اعتبارا من زمن مقداره كذا الى كذا الفانكشن قيمتها كذا، ومن كذا الى كذا قيمتها كذا، ممكن تتعدد هذه الاجزاء. في بعض الظروف اللي بيبقى الاف اوف تي دي معروفه بشكل جدول او شكل قيم عبر البيريود، مش واخده شكل فانكشن معين،
الحصول على الثوابت في الحاله دي بيتم باسلوب نيوميريكال، ما بنحسبهاش انتجريشن، ولكن بنخش في عمليه النيوميريكال انتجريشن، ودي حاجه ممكن تكونوا بتعرفوها من الرياضه او هتعرفوها في النيوميريكال اناليسز، ان في الحالات اللي الاف اوف تي طالع فيها داله معرفه بنقاط مش بمعادله رياضيه، او في حاله لما الاف اوف تي دي تبقى معادله رياضيه صعبه بحيث الانتجريشن بعد ما تنضرب في كوساين وتنضرب في ساين بتكلكع الدنيا، بنلجأ لما يسمى بنيوميريكال انتجريشن، وده يعني عمليه لها شغل تاني. فخلينا في الحاله اللي الداله بنقدر نعمل لها فانكشن. الفورم اللي قدامنا ده قلنا قبل كده ان احنا ممكن نصيغه بفورم تاني مكون من داله مثلثيه واحده. اللي قدام اللي فات ده كان دالتين مثلثيتين، واحده بدلاله الكوساين واحده بدلاله الساين، وبمعلوماتنا في الدوال المثلثيه يمكن ان احنا نصيغ الداله اللي قدامنا ديت في شكل اخر بداله مثلثيه واحده وفيز شيفت وزاويه فيز شيفت مطروحه من الان اوميجا نوت تي على حسب قيمه الان، الاي في زي ما هي، ولكن كل كومبوننت مع كل ان هنحصل على بدل ما تبقى اي ان كوساين زائد بي ان ساين، لا هتبقى اي ان كابيتال اي ان في كوساين وفيز شيفت، يبقى بدل ما هي معرفه بكميتين بقت معرفه بكميه وزاويه. ما هتلاقي بعض الكتب من ضمنها كتاب نيلسون معرفه بالشكل الكومبلكس اللي هي كانها ال اي ان زائد جي بي ان، والاي كابيتال ان هي الماجنيتيود بتاع هذه الكومبلكس فانكشن، والثيتا هي الزاويه بتاعتها. ده كلام مظبوط يعني من الناحيه الشكليه مظبوط، ويعني هتلاقوه في الكتاب وانتم بتذاكروا. الاي ان اللي هي الماجنيتيود الجذر التربيعي زائد الجذر التربيعي، والثيتا ان عباره عن 10 ماينس 1 بي ان على اي ان، بي ان اللي هي معامل الساين على اي ان اللي هو معامل الكوساين. بتطلع الثيتا دي مطروحه، بتطلع دايما الزاويه السالبه ديت اصيله في التعريف. فالزاويه لو انت حسبتها وطلعت 40 درجه 50 درجه تتحط هنا بالسالب، لان الزاويه ثيتا هنا التعريف اللي قدامنا ده اصيله هنا، الزاويه هنا ثيتا بالناقص. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، واضفنا اليه كيفيه حساب الافرج باور في الدوائر الكهربيه اللي بتغذى من نان ساينسويدال سبلاي. الدائره الكهربيه لما تغذى من نان ساينسويدال سبلاي معناها ان الجهد غير جيبي، وغالبا التيار برضو غير جيبي، فانت هتقدر تحلل كلا من الجهد والتيار الى فورير وتضربهم في بعض. ولقينا بعد شويه كده تفكير رياضي لقينا النتيجه النهائيه تطلع عندنا بالشكل ده. الافرج باور عباره عن الجذر التربيعي، لا ثواني، الجذر التربيعي اللي هنا دي مش صحيحه. الجذر هنا مش مظبوط، مش عارف ديت ايه، انا احاول ان انا ايه اعملها لكم دلوقتي، يمكن احنا بجهز البتاع اتلخبط، فانا اعملها لكم في الشكل اللي هتبقى موجود عندكم ان شاء الله فيه. ده كده مؤقتا بقى ايه بشيلها عشان تبقى مظبوطه، لان هي حصل ضرب جهد في التيار بس. يلا ان شاء الله احنا مع بعض ديت 24 تمام ان شاء الله تبقى بتتظبط كده. هو اللي صغر شوية، يلا هي الدايرة صغيرة شوية بس. كده تمام. فعندنا الباور، طبعا بقى ترتيب الانيميشن اختلف شويه. الباور عباره عن الفي دي سي اي دي سي زائد مجموع الباور بتاعت كل كومبوننت، اللي هي الفي ان ار ام اس في الاي ان ار ام اس. فاحنا بنقول الفي ان على جذر 2 والاي ان على جذر 2 يدينا 2 في المقام،
وكوساين الزاوية اللي ما بين الكومبوننت الجهد والتيار بتاع الكومبوننت دي. زي ما انتم شايفين العملية طلعت حاصل ضرب جهد والتيار عند نفس الكومبوننت، لما احنا تبين لنا ان حاصل ضرب الجهد والتيار عند كومبوننتس مختلفة، يعني الجهد الثالث مع التيار الخامس مثلا لا ما بيطلعش باور، لكن لازم الجهد الاول مع التيار الاول، الثاني مع الثاني، الثالث مع الثالث. فيبقى الفي اللي عندنا دي المفروض انها الماكسيمم فاليو بتاعت الداله اللي فاتت دي، الداله اللي كانت عندنا ديت. برضه لازم نسترجعها عشان نبقى ايه؟ ايوه لا تظهر ديت، ايوه تمام. الايه اللي عندنا ديت كل ايه كابيتال عباره عن البيك بتاع الكوساين ديت، اي داله ساين او كوساين الماجنيتيود بتاعها بيبقى الرقم المضروب هنا. لما نقول ارم اس بتاع كومبوننت معناها هذا الرقم يتقسم على جذر 2، فده اللي احنا بنقوله هنا. لما كل واحده من دول تتقسم على جذر 2 يبقى الجهد مضروب في التيار وكل واحد منهم مقسوم على جذر 2، بقى عندنا 2 في المقام. في كوساين الزاويه اللي ما بينهم زاويه الجهد بتاع الكومبوننت دي وزاويه التيار بتاعت الكومبوننت دي، الفرق اللي ما بينهم الحقيقه يعتبر زاويه زي زاويه الباور فاكتور، كما لو كان في كل كومبوننت لها باور فاكتور. فالزاويه دي هنسميها سيتا ان مثلا على سبيل المثال، اللي هي تطلع من عن بعد عمليه الضرب وهكذا، وبالتالي تاخد الفورم اللي قدامنا، تاخد الشكل اللي قدامنا ده ان هو الفي دي سي في الاي دي سي زائد مجموع الباورز اللي هي بتاعت كل كومبوننت. يبقى كما لو كان عندك، افترضنا السوبر بوزيشن، كما لو كان عندك عدد من السبلايز واحد دي سي ومجموعه بفريكوانسيز مختلفه سلطوا على الدايره، فكل واحده منهم كما لو كانت هي لوحدها بتطلع تيار هي لوحدها، ويبقى الباور الاجماليه كل واحده من دول مضروبين في بعض ومجموعهم. احنا كده مفترضين السوبر بوزيشن مطبقه. ده اللي احنا قلنا عليه الباور المره اللي فاتت. وقلنا كمان حاجه الار ام اس فاليو بتاع البريودك فانكشن. احنا عارفين الار ام اس زي ما قلنا من شويه بتاع الساين ويف العاديه، هو الماجنيتيود مضروب على جذر 2 بمنتهى البساطه، وعارفينها خلاص وحفظناها. لما تبقى عندنا بقى نون ساينسويدال سبلاي، طب الار ام اس قد ايه؟ كنا برضو عملنا تحليل رياضي بسيط كده وكنا وصلنا لان الار ام اس سواء جهد او تيار، عشان احنا قلناها بنقول عليها اف، الاف ار ام اس عباره عن هنا بقى جذر تربيع، الجذر التربيعي للدي سي كومبوننت اللي هي اي في تربيع زائد مجموع الار ام اس، الار ام اسز بتاعه الكومبوننتس كلها اللي هي الماجنيتيود على جذر 2، ماجنيتيود على جذر 2. فتاخد الشكل ده اهو، عملناه اهو بشكل اخر، اللي هي شلنا الاي ان على جذر 2 ونحط مكانها رمز تاني اللي هو اي ان ار ام اس، وما بقاش في جذر 2 بقى، وايه وتحت التربيع. كما لو كان جبت لكل كومبوننت، هي تظهر لكم دلوقتي ان شاء الله، زي ما اكون جبت لكل كومبوننت الار ام اس بتاعتها وحطيتها 14 عشان تمشي مع العلاقه اللي قدامنا دي. لو فكناها ممكن المفكوك بتاعها يعني بيوضحها اكتر. هي طبعا الشكل اللي قدامنا ده واضح، مش باعتبارنا ناس بقى متخصصين ولنا في الرياضه، واحنا الهندسه والرياضه يعني الاثنين مرتبطين ببعض. فلو حطيناها في شكل مفكوك ممكن يوضحها شويه، هو ده الشكل اللي هيظهر لكم دلوقتي، اللي هو الجذر التربيع ايوه للدي سي كومبوننت تربيع اللي هو الاي في تربيع، زائد الار ام اس بتاع الموجه الاولى تربيع، زائد الار ام اس بتاع الموجه الثانيه تربيع، زائد الثالثه تربيع، وهكذا. ده اللي احنا وقفنا عليه المره اللي فاتت. النهارده هناخد شويه اكزامبلز موجوده في الكتاب على الكلام ده، وبعد كده هنتكلم في حاجه جديده صغيره. يبقى النهارده شغلنا النهارده هنقسم لشقين، مجموعة من الاكزامبلز موجودة في الكتاب اللي هو بالتحديد اكزامبل 3 و4 و5 من شابتر 16 في الطبعة التاسعة من كتاب نيلسون، علشان نعمل ابلكيشن في الكلام اللي احنا قلناه. زي ما سبق ما قلت لكم الموضوع ده مش هيكون فيه سيكشن، فعشان كده الاعتماد على المحاضرة، احنا بنحل مسائل اهو وهتعرفوا الموضوع بمنتهى السهولة،
وفي الاخر ان شاء الله هنديكم اساينمنت هتعملوه بتسلموه للبشمهندسين في السكشن. ده دي الاكتيفيتي اللي يكون عليها جزء من تقييم اعمال الفصل. الاكزامبل الاولاني اللي هو الاكزامبل 3، عندنا موجه سكوير ويف، موجه بسيطه خالص موجوده لربع البيريود وبتختفي لثلاث ارباع البيريود. فالبيريود عندنا تي، الموجه دي بنفترض انها موجه جهد، لها في ام تستمر لمده تي على 4، ومن تي على 4 للاخر كانت بصفر. مطلوب كما هو متوقع انك تثبت الاكسبريشن بتاع فورير سيريز، يعني تجيب الاي كي والبي كي الجنرال فورم بتاعها، الجنرال فورم بتاع الاكسبريشن ده بدلاله الكي اللي هي الان، بدلاله الكي اللي هي تبقى الان، هنشيل الان نحط مكانها كي، عشان احنا بنتكلم على سبيسيفيك هارمونيك في التحليل بتاعنا، فبنحطها في شكل جنرال زي ما انتم عارفين، زي ما قلنا المره اللي فاتت كده بتطلع الموضوع في شكل جنرال. فاحنا عايزين نثبت الاي كي والبي كي. هو المفروض كمان في عندنا الاي زيرو او اللي هي الاي في عشان تبقى الاكسبريشن كامل. وبعد كده اكتب لنا يا سيدي الفاضل 4 ترم من الفورير سيريز، نعملها زي جدول او نكتب الترمز ديت بالاسلوب الثاني اللي هو فيه 1 اللي هو بالكوساين بس مش كوساين وساين، يعني اللي هو الماجنتيود والزاويه، الماجنتيود والزاويه خلاص. فده تطبيق حل مباشر. اول حاجه احنا بنجيبها بنجيب الاي في، قبل ما نجيب الاي في بنعرف الداله، تبقى قدامنا كده مكتوبه قدامنا بالرياضه. فالداله اللي عندنا معرفه من صفر لغايه تي على 4 بانها الفي ام، دي في ام عشان معلش عشان برضو ايه اظبطها، معرفه بانها بتساوي في ام، وفيما عدا ذلك فهي بصفر. زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، هتطلع لكم في شكل البرزنتيشن دلوقتي، هي بتساوي الفي ام من صفر الى تي على 4، وبتساوي صفر في بقيه المده اللي هي من تي على 4 الى تي. تمام؟ وبناء عليه هنبدا نجيب الترمز اللي قدامنا. عندنا 3 معادلات، الاي في وبعدين اي ان او الاي كي وبعدين البي كي. الاي في الاول، الاي في الاي في على اعتبار ان الفي ديت بديل للكي في الحاله الاولى. يعني اظن اجراء الانتجريشن بتاع الموضوع ده موضوع سهل جدا، وسهل جدا تعرف ان الاي في بتساوي في ام على 4 في الداله اللي قدامنا دي. انتجريشن سهل لانها مقدار ثابت، واسيبه لك انت اللي تعمله. بايه؟ في ام على 4، تطلع في ام على 4. على 4 دي بينا منكم جايه من ان هي استمرت لمده ربع البيريود، لو كانت بتوصل لنص البيريود هتلاقي في ام على 2، لو كانت 3 ارباع هتبقى 3 في ام على 4، لانها هي عباره عن المساحه، مساحه المستطيل ده مقسومه على البيريود اللي قدامنا، والمساحه فيها البيريود نفسها. اخدت بالك؟ فديت هتدينا القيمه دي. اما اي ان او الاي كي، انا كتبتها اي ان بقى، فيعني معلش اعذروني بقى مش هنقعد نصوب كل شويه، هي مقصود بها الاي كي. نصوب بالمره يلا عشان ما ننساهاش، دي اي كي، وبرضه اللي بعدها واضح ان فيها نفس الكلام، ودي تبقى ان. الحقيقه الكتاب هو السبب في لخبطت ديت، يعني لان ايه، يعني الكتاب عمل كي وان والحقيقه مش متفق معاه في الحكايه ديت، بس مضطر عشان انتوا بتذاكروا منه ان شاء الله، فايه فيعني مضطر ان انا بقى ماشي على كتاب. واضح ان في ديلي كبير، انا عدلت ال بتاعه، هو لسه ما بنشي. هل طيب انا هقفل البرزنتيشن وارجعها تاني لانها واضح انها استك.
تمام، اهي بانت قدامنا اهي دلوقتي. يبقى عندنا الـ AV عبارة عن VM على 4، وبعدين الـ AK بنعوض بالمعادلة عادي جدا، هنوصل للفورم ده. والـ A والـ BK هنعوض بالمعادلة بالتعريف اللي احنا قلناه في الأول، هنوصل للفورم ده. ده موضوع أنت تعمله بنفسك، ده موضوع هتقعد تشتغل بنفسك وتعمله، والكتاب حللها. فيعني ايه، احنا جايبين حاجه محلوله على اساس ان انت احنا هدفنا تمرين دلوقتي، على اساس ان انت ايه تتمرن عليها بشكل جيد. برضه الديلي كبير، فانت ديت هتعمل لها تشيك بنفسك. النتيجه هتطلع دلوقتي قدامك، يمكن مفيش كلام او انا اقوله دلوقتي، فهنقل على السلايد اللي بعدها. فالنتيجه اللي هتطلع هتعمل عليها تشيك بنفسك. كده احنا جبنا، بيجي بيقوم ناطط جري على طول. كده احنا جبنا العناصر بتاعه الموجه او التحليل بتاع الموجه اللي هو المطلوب الاول. طب عشان نجيب الاربعه ترم بقى، علشان نجيب الاربعه ترم، احط النتيجه اللي احنا وصلنا لها قدام عينينا كده. برضو الديلي انا شلت الحته بتاعت شيك سيرف ديت الجديده وحطيت الايه التعريف، هنتظر لغايه ما يطلع. هيطلع لك التعريف دلوقتي، ما فيش كلام جديد هقوله، هو يطلع مره واحده. وبعدين عوض في الايه في النتيجه اللي احنا انا قلتها هنا، النتيجه اللي في السلايد اللي فاتت بتاعت الاي كي والبي كي، وتعوض في اربع ترم. خد بالك ان انت اوريدي معاك الاي في اللي هي اول واحده، اللي هي دي سي كومبوننت. الدي سي كومبوننت ديت عندك اللي هي في ام على 4، فدي اول واحده. الاربعه ترم التاليين اللي هو لما كي بتساوي 1، اما كي بتساوي 2، اما كي بتساوي 3. لما تمسك المعادله بتاعت السلايد اللي فاتت، والله مش عارف يظهر الوقت ده، بيبقى في محاضرات كتير وبيبقى في ضغط على تيمز، فربما يكون ايه ده سبب من اسباب الديلي اللي بيحصل ده. برضه هرجع تاني اوقف الشير وارجعه تاني. السلايد اللي فاتت كان فيها تعريف التلاتة كومبوننت اللي عندنا. السلايد اللي ندخل اللي احنا قلت لك هتعملها تشيك بنفسك، السلايد اللي هندخل عليها اللي هي ازاي بقى نحسب الاربع كومبوننت. يعني يا ريت تعملها انت دلوقتي على ما البرزنتيشن يظهر. من الثلاث علاقات اللي فاتوا تقدر تعمل جدول فيه الاولى اللي هي الكومبوننت الاولى اللي هي الاي في دي، بي ام على 4 خلاص، بي ام على 4 خلاص. الثالثه يبقى ديت اللي هي الاي في، وبعدين الاولى والثانيه والثالثه حاول تعملهم في الجدول. هو انا هيطلعوا لك دلوقتي، فحاول كده جرب تعملهم في جدول وانت قاعد كده. هدي لك دقيقة كده تحطهم في جدول. يعني تعمل جدول بتحسب الـ A والـ B، ومن الـ A والـ B ممكن نبقى نحسب بعد كده الـ A كابيتال والثيتا، وافقيا كي بتساوي 1 2 3 نازلين كده افقيا. الجدول طلع لك اهو، اظن اتحرقت بقى. يبقى لو انت عوضت عن كي بواحد هتلاقي الاي 1 في ام على باي. شوف شيل كي وحط 1، المقام هنا 1 وساين 1 باي على 2، كان ساين باي على 2، ساين باي على 2 بواحد، وبص بواحد. البي كي بتاعت الواحد لما تعوض في المعادله بتاعت البي كي قدامنا، هتلاقي الكي بواحد وكوساين باي على 2 بصفر، كوساين باي على 2 بصفر يتبقى الواحد. فديت مصادفه ان طلع الاي كي بتساوي البي كي، الاي كي بتساوي البي كي رغم اختلاف شكل الداله. الاي كابيتال كي هي الجذر التربيعي لده تربيع زائد ده تربيع، هتطلع هي نفس الرقم مضروب في جذر 2، هيطلع بره الجذر جذر 2. وطبيعي لما يبقى الاي والبي متساويين الزاويه تبقى 45 درجه. دي بقى شرح للاليه اللي احنا ماشيين بيها.
الكي لما تبقى باتنين اما تعوض هتلاقي ايه كي بصفر، لان اتنين هتبقى اتنين باي على اتنين يبقى ساين باي، ساين باي بصفر، في حين البي كي هتطلع بفي ام على باي، في ام على باي. تمام، لما تبقى باتنين يبقى كوساين باي وكوساين باي. ثواني واحده، في حاجه هنا مش مظبوطه ولا ايه، ولا انا مش واخد بالي؟ نراجعها تاني. لما نعوض في البي كي بي 2، 2 باي على 2، اه كوساين باي بناقص 1، مظبوط صح، كوساين باي بناقص 1، انا اتلخبطت، يبقى 1 ناقص ناقص 1 يبقى 2، وفي والكي ب 2 بره اصلا، يبقى تطلع بفي ام على باي، ماشي تمام، هي مظبوطه. وطالما الاي او البي بصفار يبقى الاي كابيتال بالثانيه، هي في ام على باي. والزاويه باعتبار ان الاي بصفر فالزاويه هتبقى دي 90 درجه، اللي هي 10 ماينس 1 اي حاجه على صفر اللي هي انفينيتي، 10 ماينس 1 انفينيتي ب 90 درجه. وبالمثل في الكومبوننت الثالثه، تعويض مباشر في الثالثه هتطلع الزاويه عندك 135 وهكذا. يبقى كده جبنا الاربعه كومبوننت الاولانيين اللي عندنا، وبالتالي لما انا حطيتهم في الفورمه الجنرال بقى، لو حطيتها في الفورم الجنرال اللي هي المفكوك نفسه، هيطلع عندنا ان ال V of T، ايوه زي ما ظهر كده، عبارة عن ال V M على 4 اللي هي اول واحدة، زائد الجذر 2 اللي هنستعمل ال AK وال Theta K اللي هو اخر عمودين، العمودين اللي على اليمين اهو، ادي اول واحدة الجذر 2 V M على باي كوساين اوميجا نوت تي ناقص ال 45 درجة، والثانية V M على باي من غير جذر 2 كوساين 2 اوميجا نوت تي، خد بالك 2 هنا ناقص 90 درجة، والثالثة جذر 2 على 3 مضروبه في ام على باي في كوساين 3 اوميجا نوت تي ناقص ال 135 درجه. كده عملنا الفك بتاع الداله اللي قدامنا دي. نشوف الاكزامبل اللي بعد كده، الثلاثه اكزامبلز مرتبطين ببعض مستعملين نفس الداله. الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لك ان باللي نفس الداله اللي هي اسمها سكوير ويف، الجهد سلط على مقاومة مقدارها 15 اوم والفي ام 60 فولت، دي هتظهر لك دلوقتي، الفي ام 60 فولت ارقام، والبيريود تي 5 مللي ثانية، البيريود تي 5 مللي ثانية. طيب عايز ايه يا سعيد الفاضل؟ عايز اكتب الخمسة نون زيرمز بتاع الفورير سيرز، ماشي، احنا فكناها خلاص، المفكوك الجنرال كان مكتوب قدامنا اللي كان متظلل بالاخضر ده. هات لنا يا سيدي الفاضل الخمس نون زيرو تيرمز بتاع الفورير سيرز للفي اوف تي. يبقى مجرد تعويض مباشر، بس هو عايز خمسه، في جديد ان عايز خمسه بدل اربعه. رقم اثنين بيقول لك نون زيرو، تلاحظ ان كان او هنلاحظ ان في ترمات، معناها ده مؤشر ان في ترمات هتطلع بصفر وانا بحسب. فاحسب لي اول خمسه نون زيرو تيرم. ده المطلوب الاول. احسب الافرج باور، يعني بقى تطبيق على الافرج باور، ما هو لغايه كده المطلوب ايه؟ كانه هو المساله اللي فاتت بس زودنا التيرمز فقط وقلنا بالارقام. طالما قلنا بالارقام فبقى عندنا امكانيه ان احنا نحسب الافرج باور المصاحبه لكل ترم من الخمسه. طبعا باعتبار الكتاب تعليمي فبيقول لك الايه المطلوب على خطوات، لانه بعد كده هيطلب التوتال افرج باور الديليفرد اللي رايحه للكليه بقى بالموجه الاصليه مش بالمفكوك، او بالمفكوك لما توصل لانفينيتي، احنا مش هنوصل لانفينيتي. فالمطلوب الثالث اللي يظهر لك دلوقتي عايز التوتال افريج باور اللي بتروح للحمل اللي هو 15 اوم. وبعدين المطلوب اللي بعد كده، يا ترى ايه النسبه بتاعه التوتال باور اللي طالعه من الخمسه ترمز اللي هي احنا جبناها في المطلوب رقم بي، خلاص، بالنسبه للتوتال باور بالفعل اللي هي مطلوب رقم سي، يعني نسبه اللي جه من المطلوب بي بالنسبه للتوتال باور الاجماليه فعلا نسبتها، نسبه الباور الديليفرد بالخمسه ترمز الاولى من التوتال باور اللي هي بتيجي من المطلوب بي. المطلوب بي يفضل لا احنا عايزين المطلوب بي بالنسبه للمطلوب سي،
المطلوب بي بالنسبة للمطلوب سي، يعني ايه نسبة اللي في المطلوب سي اللي متحقق من المطلوب بي؟ المطلوب بي اللي هو الخمسة تيرمز، المطلوب سي اللي هو كل الباور اللي هي من الموجة الأصلية، من الموجة الأصلية خالص، ونشوف بتتحسب ازاي. دي رأس المسألة. طبعا برضو الديلي، ربنا يسامح الديلي. دخلنا على الحل. طيب يا ريت تجيبوا لنا، ايوه دخلنا على الحل هنا، تجيبوا لنا الخمسه نون زيرو تيرمز من السيريز. احنا عندنا ثلاث علاقات موجودين قدام عينينا. كمل الجدول بقى، الجدول، وشوف هتوصل فيه لايه. احنا الجدول وصلنا لغايه اربعه تيرم اللي هم الافرج وثلاثه. الافرج وثلاثه. احنا عايزين الافرج وثلاثه طلعوا كلهم مش نان زيرو. ما فيش حاجه منهم زيرو، يعني كلهم نان زيرو. اول اربعه دول كلهم نان زيرو. طب شوف الخمسه لو طلعت برضو مش بصفر يبقى خلاص خلصنا. لو طلعت بصفر يبقى احنا محتاجين نجيب اللي بعدها، وهو ده اللي هتلاقيه. يبقى هتعوض في العلاقه اللي قدامنا ديت بفي ام ب 60، هيطلع لك الاي في ب 15، والجدول اهو اللي قلت لك عليه اللي احنا نجيبه بالارقام بقى. انت هتعوض هنا بالارقام. خلاص الجدول ده ملخص، انت عشان توصل له محتاج تعمل الجدول اللي فات اللي فيه تفصيلات الاي والبي، وبعد كده تجيب الاي كابيتال وتجيب الزاويه سيتا. فاول ثلاثة اهو بالارقام 27 وشويه، 19 وشويه، 9، والزاويه 45 وال 90 وال 135. هتلاقي الاي كي الرابعه بصفر، هتلاقي كل من اي وبي بصفار، فهتلاقيها بصفر. والزاويه بتاعتها انا اعتبرها صفر لانها زاويه غير محدده، يعني زاويه سيتا غير محدده، بس انا ما تهمنيش في حاجه لانه الكومبوننت دي مش موجود. فاحتاج ان انا اخد اللي بعدها اللي هي الكومبوننت الخمسه، وبالتالي مع الدي سي يبقى انت عندك اجمالي خمسه، لان الاربعه ديت تلاشى. هتلاقي الكومبوننت الخمسه طلعت بخمسه واربعه من عشره و45 درجه. دي تطبيق مباشر للعلاقه اللي قدامنا ديت والتمرين اللي احنا عملناه قبل كده. الفاندمنتال فريكونسي عندنا من المعطى بتبقى عباره عن 2 باي على تي، عشان نكتب بقى الفورم كلها يبقى لازم نكتب دلاله الاوميجا نود. الاوميجا نود بقى لها رقم. الاوميجا نود زي ما احنا معرفينها من المره اللي فاتت 2 باي على تي كابيتال، والتي كابيتال معطاه ب 5 مللي ثانيه. ظهر لكم دلوقتي يبقى 2 باي على تي كابيتال، 2 باي على تي كابيتال هتدينا الاوميجا نود. هتلاقي الاوميجا نود طلعت ب 400 باي. 400 باي. انا عشان الموضوع سهل فمش هقف البرزنتيشن دلوقتي، ربنا يسهل وتظهر لكم يعني. فهتطلع ان الاوميجا نود ب 400 باي. بقى عندي الكوفيشنس الاي والسيتا، الاي والسيتا بالاضافه للاي في، وعندي الاوميجا نود، يبقى اقدر اكتب الاي المفكوك كله على بعضه زي ما هيظهر لكم دلوقتي. هيطلع المفكوك كله عباره عن الدي سي اللي هو ال 15 زائد ال 27 واحد من 100 اللي هي الاي كابيتال الاي الاولانيه، كوساين 400 باي تي، 400 باي اللي هي الاوميجا نود، ناقص 45 درجه. انا يعني انا عامل الانيميشن انها يطلع لنا كل كومبوننت لوحدها، فطبعا الديلي اللي حاصل مضيع الفكره دي، هتلاقيهم يظهروا ورا بعض. يبقى الكومبوننت الاولى ال 27 وشويه اللي هي الاي كي الماجنيتيود بتاع الكومبوننت الاولى، كوساين الاوميجا نود اللي هي 400 ظهرت مره واحده 400 باي تي، ناقص 45 درجه. الترم اللي بعده اللي هو فيه 19، ال 19 واحد من عشره كوساين دي الكومبوننت الثانيه، يبقى الاوميجا 2 اوميجا نود، يبقى 800 باي 800 باي تي، ناقص الزاويه اللي هي 90 درجه. كويس، لو انت معاك ورقه وقلم يعني بتكتب ورايا هتبقى واضحه. هي ظهرت دلوقتي. الكومبوننت الثالثه الماجنيتود بتاعها 9، والفريكوانسي دي الفريكوانسي الثالث. خلاص يبقى 3 في 400 ب 1200.
مش هصلح برضه على ما تتم كده. خطأ برضه موجود هنا على ما تظهر. انا برضو ايه هبطل البرزنتيشن وانزله لكم تاني. يبقى ايه الاوميجا نود زي ما اتفقنا ب 400 باي وصلنا لها، والجدول احنا عملناه ظهر لكم الكلام دلوقتي باذن الله. والفي اوف تي بقى احنا بنكتب الفي اوف تي. عملت الشير بس مش واضح لسه عندكم برضه. اخيرا ماشي. يبقى الفي اوف تي قدامنا اول حاجه واحده ال 15، وبعدين هنلاقي الكومبوننت الاولى اللي هي 27 ومعاها الزاويه 15 45، والكومبوننت الثانيه اللي هي 19 وشويه و800 باي اللي هي 2 في ال 400 باي ناقص 90، الكومبوننت الثالثه 9 كوساين 1200 اللي هي 3 في 400 ناقص الزاويه 135، الكومبوننت اللي بعدها بصفر فمش موجوده. يعني الكومبوننت اللي بعدها اللي هي الرابعه مش هتلاقي ال 1600 اللي هي 4 في 400، مش هتلاقي ال 1600 فدي بصفر. بعد كده الكومبوننت الخامسه على طول هندخل عليها اللي هي 5 و4 من 10 كوساين 2000 بقى اللي هي 5 في ال 400 باي تي ناقص 45 درجه. ده النتيجه النهائيه اللي عندنا طبعا هتبقى موجوده في البرزنتيشن بقى اللي هنزلها لكم بي دي اف علشان الوقت، فالموضوع تعويض مباشر مش اكتر. يعني حاجه متعبه خالص الموضوع ده. هو شاطر كده يجيب ديت. قلت ارجع لكم السلايد، يجيب لكم السلايد الاخير عشان بس باينه في التسجيل. هو انا بحاول بتمنى تظهر لكم السلايد دلوقتي عشان تبقى باينه معاكم. هي طبعا هتبقى موجوده بقى البي دي اف. انا رجعت لورا خطوه عشان تطلع السلايد اللي فاتت كامله. يعني عشان نصبر شويه. ايوه كده ظهر كده الايه الموضوع كامل، الموجه كامله اللي هو الحل النهائي بتاع المطلوب الاول ده. وبعدين هنجيب بقى الافرج باور بتاع الاتش ترم من الترمز اللي قدامنا دي، الافرج باور بتاع الاتش بتاع كل ترم من الترمز اللي فات. الجدول اللي عندنا مطلع لنا الجهد بتاع كل ترم، الجهد بتاع كل ترم بوجه عام. اي باور عندنا لاي كومبوننت عباره عن في تربيع بتاعتها على ار، بس في تربيع للارم اس، في تربيع للارم اس لاي باور في اي للخمسه كومبوننت ل 10 كومبوننت لاي كومبوننت عندنا. فهنستعمل العلاقه اللي قدامنا دي لكل الترمز اللي عندنا. يبقى الباور الدي سي عباره عن الدي سي طبعا هو الارم اس بتاعته، يعني في الدي سي كومبوننت او الاي في هي الارم اس. هنعوض بشكل مباشر هتطلع ب 15 وات. يبقى الفي دي سي اللي هي طلعت ب 15 تربيع على 15 تطلع ب 15 وات. وهنمشي نعوض بقى البي 1 بالفي 1 ار ام اس على ار، والفي 1 اللي هي ال 27 اللي فاتت على جذر 2 وتتربع، والنتيجه تقسم على 15 هتدينا 24 وشويه. انا هجري فيها
لانها ديت ايه، تعويض مباشر في العلاقه اللي فاتت. المعلومه بس اللي بنحب نقولها ان الباست اللي هو الفي تربيع بنجيب الماجنيتيود ونقسمه على جذر 2 عشان نجيب ار ام اس، كل واحده منهم موجه جاذبيه فلها ار ام اس، فيطلع عندنا الباور الباور دي سي والباور واحد واثنين وثلاثه، اما اربعه بصفر، الباور عن الكومبوننت اربعه بصفر، والباور عند الكومبوننت الخمسه هيطلع لها قيمة اللي هي 97%. تلاحظ، وده يعني غالبا اللي بيتم، ان الايه الدي سي دي حاجة لوحدها، الكومبوننت هتلاقيها البي واحد اكبر من بي اتنين اكبر من بي تلاتة، بتتدرج كده في النقصان. كويس. طيب التوتال باور بقى اللي هي اللي رايحة لل 15 اوم من الموجة الاصلية، بصرف النظر عن تحليل فورير، الموجة الاصلية قدامي اهي، ما انا ممكن اجيب لها التوتال باور بتاعتها اللي هي اجيب الار ام اس بتاع الموجه الاصليه الكامله، الموجه كلها على بعضها، اللي هو الجذر التربيعي لواحد على تي في الموجه تربيع، بيجيب ار ام اس الموجه عاديه خالص، لو حسبتها تطلع ب 60 فولت، الار ام اس بتاع الموجه اللي قدامنا ديت هتطلع ب 60 فولت. كويس. وفي الحاله دي تقدر تجيب البي توتال بعيدا عن الهارمونكس، كما لو كانت دايره من بتوع السيركت في الترم الاول، بي تربيع على ار، الار ام اس هتطلع ب 60 وات، لما تتحسب هتطلع ب 60 وات. كويس. راجع النتائج ديت برضه، ممكن يكون انا قلت حاجه مش مظبوطه ولا حاجه، راجعوها معايا، لان حاسس انها برضه في حاجه مش مظبوطه قدامي، فايه راجعوها، راجعوا النتيجه دي. طيب المطلوب اللي بعد كده كان عايز التوتال باور اللي جايه بالايه، بالفيرست 5 تيرمز، بالفيرست هنجمع الشويه اللي بالاحمر دول، لو جمعناهم هيطلعوا 55 وشويه، يطلعوا 55 وشويه، اجمع كده اللي بالاحمر دول، ال 15 و24 وشويه و12 وشويه و2.7 والصفر و97%، اطلعوا 55 من شويه. يبقى نسبه الباور اللي من الخمسه تيرمز بالنسبه للباور الاجماليه هي خارج القسمه بتاع الاثنين دول، مضروبه في 100 عشان تطلع نسبه مئويه، هتطلع 91 و92 من 100%، ال 55 وشويه على ال 60 تطلع 91 وشويه. طب الفرق ده جه منين؟ الفرق ده جه من ان من الهارمونكس اللي بعد الخمسه اللي انا اهملتها، الهارمونكس اللي بعد الخمسه اللي احنا اهملناها واحنا بنجمع ال 60 دي هي المظبوطه، المظبوطه اللي انا استعملت الموجه كامله فيها، لكن لو خدت الباورز بتاعت الهارمونكس هتجيب لي كميه على قد عدد الهارمونكس اللي اخدها على قد ما دقه النتيجه هتطلع. يبقى النتيجة النهائية عندنا بتعتمد على مقدار اللي احنا خدناه. إذا كانت 91 وشوية ديت كافية وراضيين بها خلاص أوكي، يبقى مش راضيين بها المفروض نرجع نحسب كومبوننتس أخرى علشان إيه نطمئن للحل. طبعا الموجة عشان مربعة فبنحتاج لترمز كتيرة علشان تمثل الموجة الأصلية، يعني كل ما كانت الموجة بعيدة شكلها عن الساين ويف، ساعات موجه كده بتبقى بطبيعتها يعني لها قيمه كبيره وبعد كده بتقل، هي مش ساين ويف، وبعد كده بتنزل ومش عارف ايه، فبتاخد شكل، نفترض موجه واخده شكل ستيبس، لا الظروف هتبقى احسن شويه، هتبقى العدد الترمز ده هيدينا نسبه مئويه اكتر. الاكزامبل 15 هو تطبيق على نفس الموضوع، عايزين نجيب الار ام اس بتاع اللي هو على الحاجه اللي فاضله بقى، احنا كنا خدنا المره اللي فاتت ازاي نحل الفورير، ازاي نحسب الباور، ازاي نحسب الار ام اس بتاع الموجه اللي احنا لخصناه في بدايه محاضره النهارده. فاحسب لنا يا سيدي الفاضل الار ام اس بتاعت الموجه ديت اللي انت جبتها من الخمسه تيرمز، الار ام اس من الخمسه تيرمز مش من التوتال، يعني بفرض ان احنا ما نعرفش ان احنا نجيب التوتال بالطريقه اللي قلناها، او الداله المعطاه داله يعني الانتجريشن بتاعها يبقى صعب ولا حاجه. طب الار ام اس الاجماليه قد ايه؟ كنا خلاص اتفقنا العلاقه اللي احنا كتبناها في اول محاضره النهارده ومستقاه من بتاع المحاضره اللي فاتت، او مشتقه من المحاضره اللي فاتت، اللي هي العلاقه دي، الار ام اس الجذر التربيع اللي الدي سي تربيع زائد مجموع الار ام اس تربيع على قد ما تاخد بقى، على قد ما تجيب، وكل واحده ار ام اس عباره عن ماجنتيود على جذر 2 بتاعتها، خلاص هي عرفتها. يبقى لو
ادي الموجه الاصليه ال في اوف تي اللي احنا كنا وصلنا لها، هتظهر لكم دلوقتي علشان استرشد بالكميات اللي اعوض بيها هنا. الكميات اللي احنا هنوصل لغايه الموجه الخامسه زي ما احنا جبنا قبل كده، اللي هم 6 ترم لما الرابع ده بقى بصفر. فهنعوض تعويض مباشر، التعويض هيبان قدامك دلوقتي بالارقام في المعادله الاولانيه، وبعد ما تعوض بتعويض مباشر هتلاقي النتيجه 28.76 من 100 فولت الـ VRMS. 28.76 من 100 فولت. خلاص. في حين ان الار ام اس الاجماليه، عشان كده كنت بقول لكم ان انا في حاجه انا مش حاسس انها مش مظبوطه في اللي فاتت. دي كانت 30 فولت، الار ام اس دي 30 فولت. انا وقفت البرزنتيشن او وقفت بتاع الار ام اس، كنت حاسس في حاجه غلط، اللي هي الفي تربيع على ار الباور، هي الار ام الار ام اس بتاع الموجه، الموجه ديت كان 30 مش 60، ده الباور هي اللي كانت 60. تمام، يبقى ايه، برضه هعمل ستوب للبرزنتيشن معلش للاسف، وايه وهيظهر لكم التعديل اللي انا عملته ده. اللي كان في السلايد اللي قبل كده اللي هو حساب الباورز. تمام، فنكمل الكلام اللي احنا بنقوله على ما تظهر البرزنتيشن. النتيجه بتاع الار ام اس، نتيجه المعادله اللي احنا حسبنا بها طلعت 28 وشويه، والنتيجه الاكزاكت 30. الفرق ده جاي منين؟ ان انا خدت برضه خمسه كومبوننت، او لغايه الكومبوننت الخمسه او الهارمونيك الخمسه، يعني خدت سته ترم مش كلها، فطلع الفرق ده ما بين ال 30 اللي هي الاكزاكت فاليو والكميه اللي المفروض انها تتم. عشان انا ايه الكلام بتاعي واضح، مش هنتظر انها تظهر، لان يعني انا حاطط لك سؤال كده في البرزنتيشن قايل لك طب ايه السبب، تتوقع ايه السبب كده اللي انا اقول لك دلوقتي. اللي هو ايه السبب؟ ما بين الفرق ما بين ال 28 وشويه من ال 30، من ال 30 هو ده السبب ان انا خدت، ايوه هي كده كامله، ان انا خدنا 6 ترم بس مش الانفينيتي. كل ما زودنا كل ما الايه ما العمليه تقترب من بعضها. كده احنا خلصنا تطبيق على الحاجات اللي خدناها المره اللي فاتت. هنضيف بقى شويه معلومات مش كتير بقى دلوقتي في الجزء الباقي من المحاضره، بس الحقيقه مهمه، معلومات مهمه. حاجه اسمها سبيكترم، يا ريت كده تفتح ودانك معايا عشان نقول معلومه مهمه قوي. فورير كفورير ده رياضه احنا طبقناه في 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 في, في الكهرباء اهو في اللي فات ده، بنجيب افريج وار ام اس وباور وكلام زي كده. من ضمن استخدامه في الكهرباء بشكل كبير السبيكترم. سبيكترم ترجمتها الطيف او حاجه زي كده. السبيكترم ده عباره عن ايه؟ علاقه بيانيه بتربط الهارمونيك امبليتيود اللي هو الاي ان او الار ام اس بتاعته، الاي ام او الار ام اس بتاعته تنفع، مع الهارمونيك اوردر، واحيانا بدل الهارمونيك اوردر تبقى الهارمونيك فريكوانسي. يبقى علاقة بيانية الرأس بتاعها بيبقى الماجنيتيود او الامبليتيود بتاع الهارمونيك، وافقيا الهارمونيك اوردر الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الصفر حتى اللي هي الدي سي. فالراسي اهو هيظهر لك خط بيعرف لك الراسي الاي ان ده المحور الراسي، والمحور الافقي الان نفسها احنا هنا هنرسمها بدلاله الان مش بدلاله الان اوميجا الان، ويتقسم المحور الراسي ديسكريت نقاط، الزيرو اللي هي عند الصفر اللي هي تبقى الافريج فاليو، والواحد اثنين ثلاثة أربعة معناها واحد دي معناها الفاندمنتال، اثنين السكند، ثلاثة الثيرد الفورث، على حسب ما أنت عايز. الرسمة قدامنا واقفين عند التسعة للتوضيح فقط، لكن أنت ممكن توصل لغاية المية لغاية الميتين.
وفي اجهزه بتقيسها في المعامل بتطلعها لك محسوبه، اوسيلوسكوب يطلع لك السبيكترا مباشره في المعمل، فاحنا بنشوفها رياضيا. وبعدين اللي بيتحط في شكل بار جراف، اللي هو التمثيل البياني بشكل البارز. ادي الاي نود عند الزيرو، عند الواحد الاي واحد، عند الاثنين الاي اثنين، عند الثلاثة الاي ثلاثة، على حسب الجدول اللي طلع بقى اللي احنا حسبناه قبل كده. نعوض بقى بالارقام، احنا طبعا ده شكل توضيحي مش بالارقام. عند الاربعة بقيمتها، الخمسة بقيمتها، وهكذا. تقف فين بقى على حسب الدقة اللي انت عايزها. طبعا ده شكل زي ما قلت لكم شكل توضيحي. الحقيقة السبيكترم ده بقى اصبح مهم وتول اساسية قوي قوي في التعامل مع الموجات الكهربية، بالذات الموجات الغير جانبية بشكل كبير. من النظرة اليه كده السبيكترم ده نقدر نعرف اخبار الموجة دي ايه. ولتسهيل الموضوع هخلي حاول ترسم دلوقتي السبيكترم على ما السلايد اللي بعدها لموجه بيور دي سي، يعني دي سي ماشيه طوالي، وموجه بيور اي سي ساينسويدال. تتوقع السبيكترم بتاعهم يبقى شكله ايه؟ السبيكترم زي ما احنا شفنا اهو ترجمه للماجنيتيودز بتاعت الهارمونكس، ترجمه للماجنيتيودز بتاعت الهارمونكس. احنا وصلنا لغايه العشره، في العشرة تظهرلكوا دلوقتي ترجمة للايه، للماجنيتيودز بتاعت الهرمون. فلو انا عندي بيور دي سي، بيور دي سي يعني مفيهوش هرمونكس خالص، ما فيش كل ما بتعمل انتجريشن مش هتلاقيها، لانها بتعمل انتجريشن عبر المدة كلها هتلاقيها دايما بتطلع بصفار، هتلاقي الاف اوف تي دائما مقدار ثابت من بداية الموجة لنهايتها، فكأنك بتعمل انتجريشن لساين او كوساين عبر البيريود، وده بيبقى بصفر. فالهارمونكس بما فيها الفاندامنتال والهارمونكس في الدي سي سورس هيبقى مش موجود عندي غير الاي نود او اللي هي الاي في بس، الاي في او اي نود او اي دي سي كلها تسميات واحده. يبقى البيور دي سي سورس هتلاقيه يطلع السبيكترم حاجه بالشكل ده، شايفين عامل ازاي؟ ما فيش غير الاي نود الواحد واثنين وثلاثه لغايه فيما بعد كلهم مش موجودين اصفار. وبالمثل لو بيور ساينسويدال ويف، لو بيور ساينسويدال ويف انت بقى كده تعرف ما دام ساينسويدال يبقى ما فيهاش دي سي، الانتجريشن بتاع الساين ويف مش موجود، الفاندامنتال هي اللي موجوده، ما بعد الفاندامنتال برضو مش موجود لان خلاص ما فيش غير هي موجه واحده، فيطلع عندك السبيكترم بالشكل ده زي السبيكترم اللي فوق ده، بس الكومبوننت اللي موجوده عند واحد بس، اللي عند الصفر مش موجوده نتيجه انها ساين ويف الافرج بتاعها بصفر، ونتيجة انها بيور ساين ويف فالتانية والتالتة والرابعة كلهم مش موجودين. دي بتبين لنا يعني الفائدة من موضوع السبيكترم. يبقى لو انا عندي سبيكترم اقترب من انه هو يبقى معظم الكومبوننت في الاي نود، يبقى قريبة من انها تبقى دي سي. يعني لو دخل بقى شوية هارمونكس في الموجة اللي فوق ديت، يبقى هنسميهم بقى في الحالة دي يعتبروا شوائب. يبقى قريب ان هو يبقى دي سي. طيب في اللي تحت لو اضفنا شويه الشوائب، حطينا شويه دي سي صغيرين وشويه هارمونكس، هي تبقى قريبه من الساينسويدال. يبقى شكل السبيكترم تقدر انت تطلع منه بملامح كتير عن الموجه، واحيانا تقدر تحكم بيه على جوده الموجه. يعني لو انت عايز ويف فورم وبتعمل ريكتفاير وبتعمل مش عارف ايه وعايز يطلع لك بيور دي سي، يبقى انت حريص في تصميم الفلترز وتصميم الريكتفاير بتاعك ان السبيكترم يطلع بقدر المستطاع ما فيهوش غير الاي نود. طبعا مستحيل هيبقى ما فيهوش غير الاي نود، لا طب خلاص اوافق على شويه في الباقيين ولكن بقدر الامكان صغيرين. يبقى لو انا عندي ريكتفاير بيطلع الاي نود ومعاه شويه موجات كتيره وكبيره يبقى وحش، طب في بيطلع نفس الاي نود ومعاه الموجات ديت اقل يبقى ده افضل. يبقى لو انا عندي اتنين دي سي سبلاي او دي سي سورس الاتنين متفقين ان هو بيدوني افريج فاليو بقيمه واحده 24 فولت مثلا، ولكن واحد منهم بيطلع بالاضافه لل 24 فولت شويه هارمونكس حاجات ساينسويدال بس قيمها كبيره، واحد تاني بيطلع ال 24 بس السبيكترم بتاعه بيطلع لي الكميات اللي هي عند واحد واثنين وثلاثه لغايه
اي رقم كميات صغيره، يبقى التاني هو الاحسن. يبقى قدرت احكم على جوده الدي سي سورس من السبيكترم. طيب لو الهدف بتاعي اي سي، انا عايز اي سي سبلاي، يبقى كلما كانت الماجوريتي او الاغلبيه عند رقم واحد يبقى ده احسن. لو لقينا معاه شويه عند الزيرو لا يبقى مش كويس، معاه شويه كمان عند الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا يبقى لا مش كويس، الشويه دول كبروا لا مش كويس قوي. خلاص، فعلى حسب نوع السبلاي اللي انت عايزه شكله ايه. ساعات احيانا ابقى يهمني انه يبقى دي سي، يبقى جودته احكم عليها بمقدار ان هو قد ايه دي سي، واحيانا ابقى عايزه ساينسويدال لان انا مش عايز الهارمونكس. الهارمونكس دي هتلاحظ فيما بعد انها حاجات غير مرغوب فيها. المرغوب فيه عندنا يا اما دي سي، انت عايز سبلاي دي سي ما فيهوش لا فاندمنتال ولا هارمونكس. في الحاله دي الفاندمنتال بالنسبه له تعتبر هارمونكس، لان كلمه هارمونكس دلوقتي بقينا نستعملها كحاجه غير مرغوب فيها يعني. اما بالنسبه للبيور ساينسويدال، الفاندمنتال هي اللي انا عايزها، والهارمونكس والدي سي مانيش عايزه. يبقى كل ما تخلصت اكتر كل ما السبيكترم بقى شكله افضل على حسب الحاله اللي انا عايزها. كويس. طبعا لو انا عايز بيور ساينسويدال والايت في الدي سي كومبوننت كبيره والفاندمنتال مش كبيره لا يبقى وحش، رغم ان في الدي سي لا انا عايز الفاندمنتال، عايز الدي سي هو اللي كبير والباقي صغير، فيبقى الرؤيه تختلف من عن موقعك. في احيان قليله ساعات تبقى انت عايز، لا انا عايز الهارمونيك التاسعه تبقى هي الكبيره لان عندي ابلكيشن معين محتاج الهارمونيك رقم 9. يبقى في التصميم بتاعي بحاول اقلل الدي سي والفاندمنتال كمان واقلل الباقي، بس دي حالات قليله يعني، علشان التاسعه هي اللي تبقى كبيره. طبعا الكلام ده بقى محتاج شغل كتير، مش بالبساطه اللي بنتكلم عنها، اكيد محتاج حاجات ان شاء الله هتتعلموها في حينها على حسب التخصص بتاعنا. يبقى لو انا عايز هارمونيك معينه ساعتها بعايز الهارمونيك رقم 25 والباقي انا لو سمحت خلصني منه بما فيه الاولى. كويس، فبنسعى لذلك لغايه ما نحقق بيرفورمانس افضل. طب مش هنسيب الموضوع خاضع للاهواء كده، لا ده دي شكلها حلو ودي شكلها قليل، ساعات تبقى النظره كده طب اللي قدامنا دلوقتي محسومه قوي، لا الحاجات اللي فيها اختلاف. لو مثلا دي سي وحاله فيها الدي سي موجود اهو كلهم موجود فيهم نفس الدي سي 24 فولت، وحاله فيها الفاندمنتال بثلاثه والثانيه بواحد والثالثه بخمسه وحاجه تانية فيها شويه ارقام تانية لدرجه ما هو موجود فيه شوائب موجوده بس مش عارف مين فيهم المحصله بتاعته احسن. وبالمثل في البيور ساينسويدال حالات ممكن تختلط علينا، فاحنا بقى كناس بتوع هندسه وبتوع رياضه نقول لا احنا مش هنسيب الامور خاضعه للايه للسنس كده والاهواء بقدر المستطاع. دايما عندنا في الهندسه نسعى لحكم موضوعي، رقم يطلع. فاخترعوا لنا معايير عشان نحكم بيها على الموجات. هنكتفي بمعيارين في دراستنا معاكم. المعيار الاول للحكم على الدي سي سبلايز يبقى مفيد في الحكم على الدي سي سبلايز، والمعيار الثاني للاي سي سبلايز. المعيار الاول طبعا كل المعايير دي سواء جهد او تيار، يعني ايه بنحكم على جهد او بنحكم على تيار، فايه تنطبق يعني، بس هنتكلم عنها بدلاله الجهد، واللي يتقال على الجهد يتقال على التيار. المعيار الاول اسمه ريبل فاكتور. ريبل فاكتور ده مفيد في الحكم على الدي سي في الاساس، اللي هو هيحكم لنا على مقدار ما في الموجه من تموجات. انا عايزها دي سي، عايزها ثابته. طيب لو هي ما هي ثابته قوي معناها ان فيها موجات اضافيه. فقال لك الريبل فاكتور هيقدر يحكم لنا على الموجه، انا عايزها دي سي، مقدار حيودها عن الدي سي. فحطوا لها التعريف اللي قدامنا ده، هو عباره عن الارم اس تربيع بتاع الموجه كلها اللي بيجي من الموجه كلها على بعضها ناقص الفي دي سي تربيع. تلاحظ المقدار اللي تحت الجذر ده، فاحنا بنحسب الفي ار ام اس بتاع الموجه كلها على بعضها، بيبقى الدي سي زائد الهارمونكس. الدي سي زائد الهارمونكس معناه ده شويه الفرق ما بين الار ام اس بتاع الموجه كلها على بعضها بكل ما فيها من هارمونكس، لما تشيل منها الدي سي
كما لو كان المتبقي هو شوية الحاجات الموجية بما الفاندامنتال والهارمونكس. يعني الار ام اس الاجماليه بتبقى عباره عن الدي سي زائد الاولى زائد الثانيه زائد الثالثه، كل واحده متربعه. الار ام اس الاجماليه لو انت جبت الدي سي ده اللي في الطرف اليمين جبته في الشمال بقى في ار ام اس ناقص في دي سي، يبقى المقدار ده عباره عن كل الهارمونكس اللي موجوده بدايه من الاولى الفاندامنتال والهارمونكس اللي في حاله الدي سي غير مرغوب فيها. الكلام ده تحت الجذر مقسوم على الفي دي سي هيدينا الريبل فاكتور. يبقى كل ما الكلام ده كان صغير كل ما كانت الريبلز قليله، معناها التموجات اللي موجوده قليله الفاندامنتال والهارمونكس. كل ما ليه كل ما المقدار ده كان قليل، يعني لو الدي سي هي نفسها الار ام اس يعني الموجه خلاص بقت دي سي كويسه النتيجه دي تبقى بصفر، الريبل بصفر. يعني الموجه لو ما فيهاش فاندامنتال ولا هارمونكس هتلاقي الار ام اس الاجماليه هي نفسها الدي سي الاجماليه. فده المعيار الاول بنصيغه بالشكل الثاني ده شكل برضه متبع. تلاحظ انها كانك دخلت الفي دي سي جوه المقام جوه جوه الجذر متربعه، فتبقى الفي ار ام اس الاجماليه. خد بالك ما تنساش ان الفي ار ام اس الاجماليه خالص على الفي دي سي تربيع، ده تربيع وده تربيع مطروح منها واحد. يبقى ده المعيار الاول وهنطبقه حالا باكزامبل رقمي على استكمال الكلام اللي فات بتاعنا، فهيبقى مفهوم جدا. المعيار الثاني المستخدم في الاي سي بيسمى توتال هارمونيك ديستورشن. انا يهمني بقى في الاي سي ان الموجه تبقى ساين ويف بالفاندامنتال بس، فيما عدا ذلك بنعتبره ديستورشن بنعتبره تشوه. فقال لك التوتال هارمونيك ديستورشن عباره عن ايه؟ بكلام شبيه باللي احنا قلناه في اللي فات ده. مجموع الهارمونكس ابتداء من الثانية لأن أنا عايز الأولى. مجموع الهارمونكس تربيع ابتداء من الثانية لغاية الانفينيتي كما لو كنت شلت الايه الفاندامنتال منها. يبقى المتبقي ده الهارمونكس الغير مرغوب فيها. الثانية والثالثة والرابعة. خلاص؟ مقسومة على الفاندامنتال. الفي اللي عندنا بسط المقام اللي في المعادله دي بالذات ممكن تبقى الماجنيتيود وممكن الار ام اس، لان سواء كده او كده في جذر اتنين هتبقى فوق هتروح مع جذر اتنين اللي تحت. فممكن تجيب من الموجه المفكوك اللي حصلنا عليه تعوض هنا بالقيمه زي ال 27 وال 19 اللي احنا خدناها في الاكزامبل اللي خدناه كما هم، بس المقام برضو يبقى بنفس المعيار بتاخد الماجنيتيود، او تجيب الار ام اس بتاع كل موجه هتديك نفس النتيجه لان هي ايه كلهم مقسومين على جذر 2 بسط ومقام. فممكن تاخد الماجنيتود مباشره وتعوض. يبقى هنبدا من الثانيه لان الاولى انا عايزها، انا عايز ابتداء من الثانيه يا ترى مقدار ما تحتويه الموجه من هارمونكس اللي هي ابتداء من الثانيه مقارنه بالفاندامنتال. كل ما قل هذا المقدار بالنسبه للفاندامنتال كل ما كانت الموجه اقرب للساين ويف. كل ما كانت الموجه اقرب للساين ويف. طبعا البسط بيجي بايه لو فكناه هيطلع بالشكل اللي قدامنا ده، ده مجرد بس الصياغه الاخرى للايه للبسط اللي موجود في المعادله اللي عندنا. هات بقى المعيارين دول يا سيدي، احنا ما ضفناش حاجه يعني كبيره قوي بالنسبه للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. هنطبقه في الايه في الاكزامبل اللي فات. الاكزامبل اللي فات المفكوك بتاعه في الجهد بتاع الاكزامبل اللي فات. شايف اهو دي كانت النتيجه اللي وصلنا لها. عايزين نحسب الريبل فاكتور والتوتال هارمونيك ديستورشن. يلا احسب الريبل فاكتور كده، عوض اهو في اللي قدامنا دي. الار ام اس كنا جبناه في 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 اللي فاتت. الار ام اس الاجماليه اللي هي كانت 30 والدي سي اللي قدامنا اللي هي 15. تعويض مباشر تلاقي النتيجه تطلع 1.732. الحقيقه النتيجه دي هتطلع في الاكزامبل ده بجذر 3 اللي هو الرقم ده. اللي هي لو ما تبقى نسبه مئويه نقول 173.2%. النتيجه دي هتطلع هتظهر لك دلوقتي 1.7. يبقى دي في ريبل فاكتور مقداره 173%. ده مقدار وحش لان الموجه مش حلوه، الموجه ده الربع. تعرف لو انت جبت الموجه اللي فاتت دي وبدل ما اعتبرتها لغايه الربع اعتبرتها لغايه النص هتلاقي الرقم ده اتحسن. اتحسن يعني قل. هتلاقي الرقم ده اتحسن يعني قل.
فالرقم ده عندنا نتيجة انك خدت الربع وسبت الثلاث ارباع. فالموجة وحشة من ناحية وجهة نظر الدي سي. طبعا لما لو خدت الثلاث ارباع وسبت الربع هتلاقي الرقم ده اتحسن اكتر. طب لو خدتها كلها المفروض الرقم ده يطلع واحد، اللي هو احسن حاجة. لو خدت الموجة كلها هي دي سي، بيور دي سي، فعلا الموجة بيور دي سي في الحقيقة، فهتطلع بواحد. تمام، برضه منه اللي هتديلي. فانت عندك البتاع هو التعويض بس، هو اللي ايه اللي هي هيطلع قدام. طيب هات التوتال هارمونيك ديستورشن، خلاص ده هو تعويض مباشر زي ما قلنا. التوتال هارمونيك ديستورشن لغايه ما ربنا يفرجها وتطلع على الشاشه، هنعوض في المعادله اللي جبناها اللي هي الجذر التربيعي ابتداء من 2. خد بالك ابتداء من 2 3 و4 و5، احنا اخرنا الخمسه. الدي سي هنا مش موجود على فكره، اما تعوض بيهم يعني اللي هي الجذر التربيعي، هتسيب الاولى اللي هي ال 27 هتبقى 19 وشويه تربيع زائد ال 9 تربيع زائد ال 5 و4 من 10 تربيع، كل ده مقسوم على 27 لان احنا بنشوف مقدار ما تحتويه الموجه من شوائب او هارمونكس مقارنه بالفاندمنتال اللي انا عايزها، لان احنا عايزين اي سي سبلاي الفاندمنتال ان انا عايز. ايوه ظهرت كلها مره واحده برضه. ماشي، لو حسبت 100 لان غالبا ده بيطلع نسبه مئويه من الاول كده، هتطلع 80.7%. عوض بدي يطلع 80 حوالي 81% توتال هارمون ديستورشن. خالد وحش. هي الحال موجه دي موجه اصلا بطبيعتها موجه، لا هي محصله دي سي ولا محصله اي سي، فمن وجهه نظر الدي سي وحشه ومن وجهه نظر الاي سي وحشة. كلمه وحشه وحلوه دي على فكره طبعا ممكن تكون انت لسه ما عندكش السنس ده، لكن انا بقول لك اهو من واقع الخبره ال 80% ده رقم كبير، لان الموجه فعلا بعيده عن شكل الساين ويف. كل ما جبت موجه اقرب للساين ويف طبعا الابلكيشنز اكتر، هتلاقي الرقم ده بيقل، لدرجه انهم عاملين ستاندردز في الكهرباء يقول لك الجهد التوتال هارمونيك ديستورشن بتاعه ما يزيدش عن 5%. شوف بقى انت محتاج شغل قد ايه عشان تخلي ال 80% دي تبقى 5% للموجه اللي عندنا دي. في تكنيكس بتحل المشكله دي، بس ال 80% دي لما تيجي تعمل ابلكيشن في الحاله العمليه وجاي لواحد بلاي والجهاز بقى بيقيس التوتال هارمونيك ديستورشن، احنا مش هنقعد نعمل انتجريشن، احنا بنجيب جهاز بيقيسها بس عم نفهم الجهاز شغال ازاي دلوقتي، وقام مطلع لك كده 80 يقول لك لا مرفوض الجهاز ده، مرفوض لو سمحت ما ينفعش، ده اللي خبط لنا خالص. انا عايز اي سي سبلاي محرم. طبعا ده لو انا عايز الاي سي سبلاي، الدي سي له الريبل فاكتور. يبقى في الحاله دي اتصرف يا عم وروح وصمم فلترز وصمم مش عارف ايه، لغايه ما صممته ورجعت جبنا لقيته 16%. لا لو سمحت الستاندرد بيقول 5%. ساعات لما نيجي مثلا بتعمل مناقصه لتوريد باور سبلايز، ممكن تحط من ضمن مواصفات المناقصه ديت على الا يزيد التوتال هارمونيك ديستورشن عن 4%. انت ما عايز تضمن اكتر او 3%. اخدت بالك؟ ده توتال هارمونيك ديستورشن في الفولت، في التيار له حسبه ثانيه او في ستاندرد ثاني. فنفترض انت في الجهد على الا يزيد التوتال هارمونيك ديستورشن عن 4%. يجي المورد يجي لك يثبت لك ان انا الجهاز بتاعي بيطلع 3%، انا كده سليم. وممكن وانت بتقارن ما بين الموردين بعد ما كل واحد بيقدم لك العطاء بتاعه، بتقارن ما بينهم فنيا، تلاقي مثلا اللي يوفر لك 4% وفي واحد موفر 2%، لا يبقى ال 2% له الاولويه. تمام؟ اللي بيوفر 6% لا مرفوض لو انا قايل 5% النسبه. تمام؟ فده من الناحيه العمليه طبعا موضوع الحكم على الاشياء محتاج رقم، هو ده بقى الرقم. لو كنا بنتفرج على السبيكترم فقط ممكن الدنيا تتشوش شويه معانا. بكده احنا كده يعني وصلنا نهايه موضوع النون ساينسويدال سبلاي والفورير سيريز، ويعني وخلصنا بدري حتى. ففي اساينمنت بقى المطلوب منكم اللي انا قلت لكم عليه. اساينمنت هيظهر لكم في الاثنين سلايدز اللي جايين دول. عندنا الاساينمنت في اربعه ويف فورمز، الاربعه ويف فورمز اللي هيطلعوا دلوقتي اعتبر ان الفي ام فيها 100
والبيريود ب 20 مللي ثانيه، والبيريود ب 20 مللي ثانيه، والسبلاي الويف فورم ديت الفورم بتاع الجهد سلطت على ريزيستيف لود ب 10 اوم اللي احنا كنا عملناها هناك 5 15 عملناها هناك 15، وال100 اللي كانت في الاكزامبلز كانت 60، وال20 دي اللي كانت هناك 5. فايه الفي ام ب 100 والتي ب 20، 20 مللي ثانيه ديت اللي هي ال 50 هرتز، لو حسبتها هتلاقي هي ال 50 هرتز بتاعتنا. وبنسلط الويف فورمز اللي جايه ديت على ريزيستيف لود مقداره 10 اوم. الويف فورمز اللي عندنا الفيجر الاولاني اللي هي الموجه السكوير زي الربع اللي احنا خدناها دي، بس هتبقى بالنص، هناخد النص هنجرب انت بالنص. يعني انت بتعيد الاكزامبل اكزاكتلي، بس بدل ما بتبقى من اول صفر للربع من صفر للنص، هتظهر لك دلوقتي ده الفيجر الاول او الابلكيشن او فواضح ده ابلكيشن مباشر على الاكزامبل اللي عندنا. الابلكيشن الثاني بدل ما يبقى الابلكيشن الثاني هيناسب الاي سي، واخد بالك، اللي هو الشكل سكوير ويف اللي قدامكم دلوقتي اللي هي تتارجح ما بين في ام وماينس في ام من تي على 2 لتي. الاولاني ده يعتبر ريكتفاير او يعتبر دي سي سبلاي، مش ريكتفاير لا دي سي سبلاي. التاني ده يعتبر اي سي سبلاي بس مش حلو، بس سكوير ويف. فهتلاقي عندك الارقام اللي تطلع بتاعه الريبل فاكتور وتطلع هنجدوس تورشن، شوف هتخليك تحكم على الشكل اللي قدامنا ده عامل ايه. الموجه الثالثه هتبقى محتاجه شويه شغل اللي هي الهاف ويف ريكتفاير. الموجه الرابعه الفول ويف ريكتفاير. طيب عايز ايه؟ عايز كل اللي احنا حسبناه في الاكزامبلز اللي قلناها هيظهروا لك كلهم ورا بعض. انا عايز اضيف حاجه هنا هضيفها لكم، انك هترسم السبيكترم الاساينمنت انا هنزله لكم ملف مستقل هضيف اليه السبيكترم، لان هو اوريدي انت تكون حسبته. اما تحسب الاولى ديت رايت ذا فيرست 5 نون زيرو، برضه قلت لك فيرست نون 5 فيرست 5 دي 5 ان زيرو تيرمز، مش عارف اللي قبلها كان برضه كان قايلين عليها 5 كده ولا ايه؟ بحبش انا الاخطاء اللغويه. اه تصدق كنت عاملها كده برضه كانت غلط 5 مش 5. عايزين ال 5 نون زيرو تيرمز بتاع الفورير، وممكن نضيف اليها بقى السبيكترم، تعمل بلوتنج للسبيكترم اند بلوت سبيكترم. بعد ما جبت الكلام ده، بعد ما جبت الخمسه دول، هترسم السبيكترم بقى بالشكل البار جراف اللي احنا قلنا عليه كويس، وتحسب الافرج باور اسيشن بتاع الترمز بتاعت المطلوب الاول، تحسب التوتال افرج باور بتاعت الموجه كلها على بعضها، البرسنت منها دي بالنسبه لدي نفس المطلوبات اللي فاتت، الار ام اس بتاع الموجه اللي هو جاي من الاصل بتاعها، الار ام اس اللي جايه من الخمسه فايف الخمسه نون زيرو ترمز، والفولتج ريبل فاكتور، والتوتال هارمونيك ديستورشن للفولت. يعني ده يعني تطبيق مباشر على الخمسه ويب فورمز دول، ما دام فاهم الاكزامبل اللي احنا خدناه النهارده يبقى الموضوع ده هيبقى سهل جدا. تمام كده؟ يعني ايه؟ نقول لكم بقى ايه بالشكل اللي احنا ايه بعد التعديل اللي تم. بكده بنكون وصلنا لنهاية الموضوع بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله هنلتقي بقى الأسبوع الجاي، المحاضرات حضورية بإذن الله يوم الاثنين ويوم الخميس. يعني بعض الموضوعات اللي احنا سايبينها إن شاء الله للمحاضرات الحضورية لأنها شرحها أونلاين يعني في شوية صعوبة، فأنا أرجعتها للمحاضرتين الأخرانيتين. وفي برضه هدف تاني من المحاضرات الحضورية ديت،
مش هيبقى متوفر لها برزنتيشن زي دي. اتفقنا البرزنتيشن ما هي الا حاجه جايد بس، لكن الاصل معانا كتاب او معانا الكتب والمراجع، واحنا في مادتنا مديناك مرجع حتى لو ما معكش البرزنتيشن دي كلها ممكن تذاكر منه، ما دام انت عارف انت خدت ايه في المحاضره. يعني افترض ما كنتش بنزل لكم البرزنتيشن مثلا، كنت هتقدر ما دام حضرت المحاضره وعرفت الموضوعات هتشوف، هتروح على الكتاب هتلاقي الكلام مباشر. واحنا بنجيب يعني اكزامبلز من الكتاب بارقام بكل حاجه علشان نوصل لك المعلومه من اقصر طريق. ده مش هيستمر الموضوع ده بقى، احنا خلاص انت بتخلص سنه اولى اهو، بعد كده تعتاد على ان الموضوع يبقى فيه مجهود اكتر منك، مش اعتماد على المحاضرات بشكل كبير. التعليمات اللي انا بقولها في اول كل محاضره بتقول ما تعتمدش على السلايدز دي فقط. فالموضوعين اللي جايين هنخليك تتمرن بقى انك ما تبقاش معتمد ان في سلايد معاك الكتاب والمحاضره. فانا هشرح لك المحاضره ان شاء الله باذن الله، اذا كان عندنا طاقه باذن الله هنشرح لك المحاضره، المحاضرتين او الموضوعين اللي جايين هنشرحهم على السبوره وناخد وقتنا معاكم فيه. وانت بقى معاك الكتاب هتاخد من حضورك، هتكتب النوتس زي النظام التقليدي اللي فات. هو هدفنا منه ان احنا ما نبقاش متبرمجين. بعضكم ممكن يكون بقى متبرمج دلوقتي على المحاضره وايه اللي اتقال وايه المهم وايه اللي مشطوب وايه بتاع الناس اللي بتناشن. اهلا وسهلا، مش هنعترض طالما انت بتجاوب خلاص، احنا هتاخد درجاتك عادي، لكن احنا يهمنا ان احنا بنبني شخصيتك. فموضوعين اتنين هنخليك ما يبقاش معاك برزنتيشن، وهنعتمد على المحاضره وحضورك لها وفهمك لها ومذاكرتك من الكتاب، ومش هنخرج بره الكتاب بس عشان انتوا لسه، هنقول انتوا لسه يعني في البدايه، مش هنخرج بره الكتاب. بعد كده تبقى مأهل نفسك، ممكن البرزنتيشن ما تبقاش كافيه خالص وما معكش كتاب، فلازم تحضر وتدور بنفسك على المعلومه وهكذا. شكرا جزيلا، ده كده نهايه الكلام بتاعنا، احنا لسه ما زال عندنا وقت.